محمد صلى الله عليه. عبد الشريف كلمه واحده اللي يمكن لي نقول اطيب من اطيب خلق الله هذه الاولانيه. ما عمرني سمعت من عنده كلمه خايبه ولا سمعت من عنده شي حاجه ولا سمعت شي واحد كيتكلم عليه بشي طريقه خايبه ولا من بين اجمل الاصوات العربيه اللي عندنا في الساحه. فوالا تصدمنا في جميع الخبر ديال الوفاه ديالو. مي الدنيا هي هادي. كان جي واحد النهار غادي يمشيو مجموعين وسعدات كفاعل الخير ونتمنوا ليه الرحمه والمغفره. كل حاجه كتوقع وكتوقع لسبب. السهره اللي كانت عنده عرفتي شحال ديما كيمشي ويجي كيمشي ويجي وهذا كان موقف في الديار الفرنسيه. فوالا الاجل ديالو عيط ليه دخلوا لبلادو باش يموت ما بين صحابه والاقارب ديالو. هادشي اللي يمكن ليا نقول. كنا تمنينا انه نحضروا جميع السهره ديالو البارح. ما فوالا سي الموت بعض المرات كتفاجئك بهذه الطريقه هادي. ما انسان ما عنده ما يدير. انا لله وانا اليه راجعون. لله ما اخذ ولله ما اعطى. الله يرحمه ويوسع عليه ويجعله يجعل متواه الجنه ان شاء الله مع الشهداء والصالحين. طبعا غادرنا ولكن ذكراه دائما غتبقى معنا لانه كان تيمثلنا كان تيمثل الفنان المغربي احسن تمثيل في ادبه وفي اخلاقه وفي الالتزامات ديالو. غادي نقول الله يصبرنا ويصبر العائله ديالو ويصبركم حتى انتم كذلك. طبعا لاحظتوا بانه كان غادي يكون عرس ديالو البارح فالحمد لله اليوم حنا كنزفوه كذلك كعريس. الله يجعله من الشهداء والصالحين ان شاء الله. وإنا لله وإنا إليه راجعون. اجي وما سخيناش بهذاك الرجل ما سخيناش به. واش نقول لك فنان كبير الساحه والدعاس هذا عبد الحليم اخر توا استغفر الله بعث على ارض البسيطه وفاته المنيه. فنان كبير بكل المقاييس اخلاق وفن وشكل كله على بعضه. ولكن لله ما اعطى ولله ما اخذ. هو كان غادي يعمل الصلاه ديالو البارح بلاصه ما يجمعنا في الصلاه جمعنا في الجنازه. استعد التمارين ديالو وكل شيء ديما بداك التفاني وبداك القيمه اللي ولكن شوف القدر الالهي لا يعلى عليه. رحمه الله والله شنقول لك الله يغفر له. هو كشخص كله ما يتكررش سوف لن يتكرر. فيه الصديق وفيه الاخ وفيه شنقول لك الفنان اللي كيحب الخير الفنانين كلهم. وملي كتعمل شي انجاز انا ملي رجعت من الرياض اختي فرح لي كيصفق عليا يقول لي انجاز عظيم وتبارك الله عليك بحال حضرنا حنا. قال لي شوف شو هذا الساجيس اللي كان كيتمتع بها ذاك الرجل. واحد التهذيب واحد الخلق واحد شوف لا يوصف. وانسان التربيه الكبيره والفن الكبير الله يوسع عليه. اول حاجه الله يرحم السي عبدو شريف هذا النهار هذا. وكما كتشوفوا الساحه الفنيه كلها حزينه على السي عبدو شريف. وما عساني لا نقولوا الا انا لله وانا راجعون. والله يرحمه. وكنطلب من المغاربه كاملين يدعوا معاه بالرحمه والمغفره ان شاء الله الرحمن الرحيم. كنشوف القضاء كيسبق اي حاجه والمشيئه ديال الله كتسبق اي حاجه. وخلى الجمهور ديالو غيتسناه دائما. وما عندنا ما عساني لا نكون ما قلت لكم ان نقولوا انا لله وانا راجعون. الله يرحمه مسكين. بركه في راسكم. الله ما اعطى والله ما اخذ. خساره كبيره ولكن مشى عند الارحم منا مشى عند الاكرم منا ان شاء الله باذن الله بالجنه بين الصالحين. لانه مستوى نبل الاخلاق اللي كان عند السي عبدو صراحه نادرا ما كنت تقدر تلقاها عند شي فنان. مع احتراماتنا لجميع الفنانين كان مدرسه بالاخلاق والتواضع. انا شخصيا تاثرت فيه كثير وكنت احلم اني اشوفه لاني عرفته قبل ما اجي على المغرب. عرفته من خلال نشأتي الفنيه في لبنان كنت اتفرج فيه على التلفزيون ايام زمان والطرب. كان بالنسبه لي شخص ما شاء الله بالجمال بالاداء بالحضور بالطاقه الصوتيه. انا كان بالنسبه لي طموحي اني اشوفه بالمغرب وفعلا صار نصيب وصرنا من اعز الاصدقاء وعلى تواصل دائم. شخص شو ما حكينا بحقه قليل. اليوم نحن بنقول الساحه الفنيه فقدت أسطورة لأنه بالمعنى الحقيقي أسطورة. أجمل من غنى لون الرومانسي عبد الحليم حافظ. هو عندليب المغرب بامتياز. حبيبنا بنعشقه بنحبه شو ما حكينا بحقه قليل. اليوم الوداع الحمد لله في حضور مشرف من الفنانة والشخصيات اللي بتقدروا وبتحبوا. اللي جاء مشكور واللي ما قدرش يجي معذور. المحبة في القلب والتقدير في القلب وهو مقدر عند جميع المغاربه والعالم العربي. موعدين كنا امبارح كلنا نكون حواليه ونفرح به
كانت حفلة أي شخص أي فنان بيتمنى يحضرها، لأنه هو أصلا ممتع ومبدع. يعني لما كتجلس تسمعه كتحس أنك كتاخد جرعة من الطاقة، جرعة من الفيتامين، جرعة من السعادة. هو إنسان محب وله مواقف رائعة. لو كان الوقت بيسمح كنا حكينا أكثر. اليوم الظرف صعب، مشاعر خاصة، حضور خاص، فنحاول نختصره قد ما فينا ونقول لكم اسمحوا لنا بزاف. الله يرحم روحه وعزاؤنا واحد. يلا عيش.